اهلا وسهلا بيكم اعزائي المشاهدين، مشاهدي قناه الصحه والجمال في مصر والوطن العربي، واولى حلقات برنامجنا سماع وميزان. وموضوع حلقتنا النهارده عن التغذيه الصحيحه، فين الشفاء من الامراض. ناس كتير ما تعرفش ان احنا ممكن نقدر نستخدم التغذيه الصحيه في الشفاء من الامراض، مش للوقايه منها فقط. علشان كده النهارده معانا دكتور محمود حسنين، اخصائي التغذيه العلاجيه والسمنه والنحافه. اهلا بحضرتك اهلا دكتور وسهلا محمود، بيك. اهلا وسهلا شرفنا بيك. بمعرفه اهلا حضرتك. وسهلا بيك. في البداية دكتور، ممكن حضرتك تقول لنا يعني ايه تغذية صحيحة؟ طيب، هي تغذية صحيحة، الواحد اتسأل السؤال ده كتير اصلا، وهو المفروض ان هو ليه اجابة معينة اصلا، ولكن روتين احنا هنبعد عنها. يعني الكلام اللي متعارف عند الناس كلها، اخد كل اللي انا محتاجه، بروتينات ودهون والكلام ده كله، ولكن احنا هنجيبها بطريقة تانية. احنا ربنا خلق لنا حاجة في جسمنا، وخلق لنا خلايا، وخلق لنا جسم معين بكتالوج معين بتظبيطها معين. كل اللي الخلايا دي محتاجاه ان هو اصلا تكبر، تقي من الامراض، ما يجيليش مرض، ولو جالي مرض ان انا التغذيه الصحيحه ان هي تخففني من المرض، دي بنعتبرها تغذيه صحيحه. طب ازاي الانسان يستفيد منها؟ من التغذيه الصحيحه من ايه؟ وقايه امراض ولا شفاء امراض؟ موضوع حلقتنا النهارده الشفاء من الامراض. جميل. هي رقم واحد، هو كنا زمان بيقولوا ايه؟ العقل السليم في الجسم السليم. طول ما انا جسمي سليم، باكل كويس، بمارس رياضه، انا ان شاء الله ما يحصليش اي امراض، الا في حاجات معينه كده او حوادث معينه او حاجات بتبقى من عند ربنا سبحانه وتعالى. انما فلنفرض انا جالي المرض، انا جالي المرض، الكلام الجديد كله دلوقتي ان التغذيه هي ممكن تشفي من المرض ده. كان زمان متعارف مثلا اللي عنده انيميا، ما ده احنا ممكن لو اعتبرناه مثلا ان هو مجازا ان هو مرض، الواحد لو ظبط الانيميا يبقى ده شفاء. ياخد مأكولات فيها حديد. طبعا الطفره العالميه بقى دلوقتي، او الطفره الجديده كلها دلوقتي، الامراض المزمنه، سكر، ضغط، كوليسترول، قولون، كانسر، الزهايمر، كل دي لقوا ان هي ليها علاقه اصلا بموضوع التغذيه. اذا انا لو حودت عن التغذيه الصحيحه وجالي المرض، انا لو اكلت تغذيه مظبوطه والامور اتظبطت، فانا ممكن اخف من المرض. ده الكلام الجديد طبعا خالص. تمام. طيب هل فعلا يا دكتور زي ما حضرتك قلت انها بتشفي من الامراض، حضرتك ممكن تقول لنا ايه هي الامراض اللي هي فعلا التغذيه ممكن تشتغل عليها وانها الانسان يشفى منها تماما؟ قولي انت ايه المرض اللي انت عايزاه وانا اقول لك ممكن ولا لا. مرض تقريبا كل السكر. الامراض السكر. لو جينا اتكلمنا عن السكر، السكر طبعا النسبه العالميه دلوقتي نسبه مخيفه، يعني نسبه مرض وصديق السكر الانسان طبعا يعني. هي مخيفه. ما فيش بيت ما فيهوش حد مريض سكر، ما فيش بيت كل ما فيش اسره الا لما كل مده بيجي فيها حد فيها سكر، والناس حتى متخيله ان هو لا الموضوع ده فيروس ولا ايه ولا الكلام ده كله على مستوى مصر. لا، هو السكر على مستوى العالم النسب بره مخيفه كمان عن مصر، وده يخلينا ياكد ان هو ممكن يكون سبب التغذيه. فلو انت حضرتك اتكلمت عن السكر، السكر من اشهر الحاجات اللي هو ممكن يخف بالتغذيه. كنا زمان لحد من سنتين ثلاثه كان لما يجي لنا مريض العياده يقول لك والله انا عنده سكر، ممكن يروح مني؟ اقول له لا لا لا، يروح منك ايه؟ لازم تاخد علاجك وتفضل طول عمرك ويفضل مرعوب. لا، من سنتين تقريبا، من سنتين الموضوع اتغير خالص، ان هو الموضوع بقى لايف ستايل، موضوع بقى اكل، ان ممكن يروح السكر نهائي. بس السكر من النوع التاني، لان احنا عندنا السكر انواع. في نوع اول ده بتاع الانسولين، ده عندي مشكله في البنكرياس خلاص، دي اتاثرت، لازم ياخد انسولين ولازم يظبط اكله مع الطبيب بتاعه. النوع التاني اللي هو بياخد برشام، ده لقيناه في اول شهور اذا اكتشف بدري، واذا انا ظبطت اكلي بدري بيحصل منه شفاء تام. يعني البنكرياس بترجع انها تقدر تستعيد طبعًا نشاطها من اول طبعًا وجديد، طبعًا وانها تفرز طبعًا العصاره. طبعًا. انا هو اصلا المريض التاني بيجي له سكر ليه؟ انا عندي بنكرياس، البنكرياس ده بيطلع انسولين، انا قاعد كل شويه باكل اصلا سكريات فالانسولين يبتدي يطلع، كل شويه اكل نشويات فيبتدي الانسولين يطلع. مع الوقت الانسولين بيتعب، خلاص من كتر الاستثاره اللي بيثارها البنكرياس بيطلع، فما بيطلعليش انسولين كافي. ادي واحد. اتنين، مع السمنه، مع زياده السمنه، الانسولين ده فائدته الاساسيه ان هو كل شويه يدخل السكر ده جوه الخلايا، يعني هو الانسولين بيدخل السكر جوه الخلايا، فقاعد كل يوم يحط سكر للخليه، والخليه ان هي تبتدي ان هي تـ 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 الخليه تبتدي ان هي تاخد السكريات دي وتاخدها بحيث ان هي تحرقها وتستفاد بيها. تمام. مع الوقت الخليه تعبت، مع الوقت الخليه مش قادره تاخد خلاص سكريات، قفلت، فبيحصل حاجه اسمها مقاومه للانسولين. لو ريحت الجسم شويه، ريحت النشويات شويه، ريحت الخلية شوية، بتبدأ مقاومة الإنسولين دي تتحسن، وبتبتدي الخلية إن هي تقبل بعد كده. فإذا تغذية صحيحة من النوع الثاني
شفاء كامل من الامراض، من السكر من من النوع السكر. التاني. طب يعني طبعا ان هما لو حضرتك قول لنا مثلا وصفات غذائيه يقدروا ياكلوا ايه بالظبط بحيث ان هما يستغنوا عن الدواء، يعني لو مريض سكر عنده بقاله 10 سنين عنده سكر وبياخد ادويه ما بياخدش انسولين، هل فعلا بيشفى تماما؟ في الفترة الأولانية أنا ما أقدرش أقول إن أنا الاستغناء عن الدواء مرة واحدة، ولكن لو هو هيمشي على نظام غذائي مظبوط هيشفى. إيه القصة؟ هديكي مثال بسيط قوي. حضرتك عندك حارس في العمارة، عندك وظيفته الأساسية إن هو بيكون بالليل بيحرس لك العمارة دي. كل شوية أنت بتخليه ينام بالنهار عشان بالليل يقدر يحرسها، كل شوية أنت بالنهار بتبعتيه مشاوير ويقعد يجيبه بتاع، هيجي بالليل يحصل له إيه؟ هينام. هينام، يبقى إذا هيجي الحرامي يسرق. انما الانسولين نفس القصه. في الانسولين انت حضرتك عندك انسولين ربنا خلقه لك عشان بمجرد ما انت بتاكلي سكريات ياخد السكر يرميها جوه الخليه. انت كل شويه بقى ايه، حته هريسه، حته بسبوسه، بطاطس مقليه، عيش، فبتستثير الانسولين كل شويه. الانسولين يطلع ينزل يدخل السكر جوه السكر. الخليه، يجي يرجع يهدى شويه، تقولي له تعالى تاني، لما يجي السكر بجد الانسولين هيتعب. فاذا الخلاصه في الحته دي ان انا اقلل النشويات، اقلل السكريات، السكر والدقيق الابيض انتهوا من العالم دلوقتي، مفيش حاجه اسمها ان انا اصلا ليهم فايده، مفيش حاجه اسمها كده خلاص. يعني نوقف عيش، نوقف الرز، المكرونه. بص حضرتك دي اساسي المفروض ان هم يقفوا، او هنقول ولكن احنا ما بنقدرش ان احنا نوقفهم مره واحده، ولكن نقلل، نشوف البدائل الصحيه. في بدائل صحيه، دهون، ياكل دهون، ياكل بعض البروتينات. الاكذوبه بتاعت ان مريض السكر ما ياكلش غير بيضه واتنين، ثبت خطأها وانتهت من العالم يعني كله. ممكن يقدر ياكل ياكل عشان نسبة حضرتك الكوليسترول كمان يا دكتور. ما فيش حاجة اسمها خلاص حضرتك الكوليسترول دي، انت هتدخليني في قصة تانية خالص. قصة الكوليسترول دي لا يوجد الكوليسترول اللي في البيض ده كوليسترول خارجي ملوش أي تأثير، ملوش أي ضرر. حاجة تانية، الكوليسترول أصلا الجسم بيحتاجه، الجسم بيحتاجه أصلا عشان يكون حاجات حيوية جواه. المخ بيحتاج كوليسترول، المخ أساسي كله في حاجات كتير في الكوليسترول. فالبيض مش هيعمل لي مشكلة، ده ياكل زبدة بلدي، ده ياكل سمنه فلاحي عادي مفيش مشاكل، بس اكيد ابهاتنا كانت بتقول بكميات. كده زمان وكنا واحنا صغيرين، ايه ده زبده وسمنه ودي كوليسترول. العلم اثبت خلاص ده اكذوبه انتهت على مستوى العالم. السمنه الفلاحي والزبده الفلاحي بريئه من الكوليسترول، بريئه من السكر، بريئه من امراض القلب. خلاص اكتشفوا كل المشاكل بتيجي من السكريات، من النشويات، من النشويات الضاره، من العيش، من الرز، من الحاجات دي كلها. ولكن انا حضرتك انا جاي لي مريض سكر، يعني كل واحد يختلف عن التاني، وانا ممكن يجي لي مريض سكر رفيع شويه، فالرفيع شويه ده انا ما اقدرش امشيه زي التخين. اكيد الرفيع شويه لا، كل دهون، كل بروتينات، كل حاجات معينه. المليان لا، انا بقلل وزنه عشان خاطر ان هو السكر بتاعه يتحسن. ولكن الكل يتفق على عدد مرات الاكل القليله، يعني قللوا عدد الوجبات. طبعا كان زمان برضو واحنا صغيرين ايام ما كنا في الكلية وبعد ما اتخرجنا من كلية الطب، المريض السكر ياكل 4 مرات و5 مرات، وكنا بنقولها لاهالينا 5 مرات، اصل انت ممكن تهبط، اصل انت ممكن سكرك يقع، عشان حرق فلازم الجسم تاكل. كمان الكلام ده انتهى. الاكل مرتين كافي لمريض السكر، كافي وكافي ان هو حضرتك من ضمن انواع الدايت مريض السكر حاجة اسمها نظام الصيام المتقطع، ان انا بصومه 16 ساعة من غير اكل مش ويقدر هيهبط يكمل ما طبعا. غير ما يهبط. ايه اللي هيهبطه؟ دي اكذوبه تانية خالص. حضرتك بتقول لنا حاجات جديده النهارده في البرنامج. حضرتك انا بتكلم وان شاء الله شوفوا الوقت اللي انتوا عايزين تفتحوا فيه التليفونات، اي طبيب بيسمعني او اي حد ليه مجال في علاقات التغذيه يقول لنا انت جايب الكلام ده منين، ونقول له الكلام ده منين، ولو هو عنده كلام جديد نتناقش فيه على الهوا. ده كلام طب خلاص، مفيش حاجه حديثه. حضرتك لو انا اخدت حد كده ورحت احطه في الصحراء لمده 3 4 ايام من غير اكل، هيهبط؟ هيعيش. هيعيش، مش هيموت، بس شرب ميه، هيعيش. ليه؟ عنده مخزون، عنده عضلات وعنده دهون وعنده خير ربنا كتير جوه اصلا، بس حضرتك المخ مش هيسمح لك في الوقت العادي ان انت تحرقي الكلام ده كله. المخ اصلا في الوقت ده الدهون دي عنده غاليه، البروتينات دي عنده غاليه. فكونك ان انت اصلا تقولي له لا انا هبطل اكل النشويات، انا بقالي 30 سنه باكل في عيش وباكل رز ومره واحده كده لا مش واكله، هيبتدي يتعب لك الحته دي، ويبتدي يحسسك بالهبوط، ويحسسك بالعرق، ويحسسك ان انت اصلا انت هتموتي لو ما اكلتيش. ده احساس خاطئ. طب ما اناش واكله، طب ما اناش متعشيه، طب انا هقعد حوالي 15 16 ساعه من غير اكل، هيبتدي غصب عنه هو اصلا هيرضخ لك.
هيبتدي يرضخلك ويبتدي يطلع الحاجات الغاليه بالنسبه له، الدهون والبروتينات حاجات غاليه للجسم، غاليه للمخ، مربيها على عز، مربيها بقاله سنين، فمش هيجي حضرتك يحرقها لك في يوم وليله عشان مرة انت عايزه تخسي ولا انت اصلا عايزه يبقى شكلك معين. هيقول لك لا، هيبتدي يقاومك. طب يقاومك بايه؟ يبتدي الاول بص التلاجه، بص الاكل، بص الناس، ما الناس كلها فترة بتاكل بالليل كمان طبعا بالذات بالليل. والجوع بالليل واحنا داخلين على شتاء بقى والجو يبقى ساقعة الجوع بالليل من ضمن الاسباب، مش عشان خاطر الشتاء بس، الجوع بالليل عشان انت ما تفكريش غير في الاكل، انت قاعده في البيت جنبك التلاجه وجنبك كذا وجنبك كذا وكذا، انما الواحد هو بيشتغل بالنهار بيتحرك، عشان كده المخ بيصطادك في الحته دي. طب ما اخش كلي، طب ما الناس بتاكل، طب ما الناس كلها اكلت وما فيش مشكله، عايزه حاجه حلوه طب دلوقتي قومي مش هاكل. هيبتدي حضرتك هرمون الجوع عندك يبتدي يقل، بعد ما طلع كده هيبتدي يقل، ويبتدي المخ غصب عنه يضطر اسفا يقول ياخد من خلاص يا الجسم. عم بقى دي شكلها اصلا ناويه وشكلها متظبطه وشكلها مش عارف ايه ومش ناويه تاكل وعايزه تخس، طلع لها بقى من الدهون، طلع لها من الدهون اللي هنا، طلع لها من الدهون اللي هنا، واساس يحرق. فحضرتك مريض السكر اذا قلل اكله طبعا باتباع ايا في انواع الانظمه الدايت كتير، ولكن الفكره كلها يقلل بفكره ان انا بقول لك الحارس والكلام ده كله، ما تلعبليش الانسولين كل شويه، حافظ على شويه الانسولين اللي عندك، خلي الانسولين لما يجي يفتح الخليه ويامرها انها تدخل السكر الخليه تفتح له، مع الوقت ومع التعب ومع كميه الخليه اللي بتاكل سكريات كتير بيبتدي حضرتك ان هو يحصل حاجه اسمها مقاومه الانسولين، وده حضرتك دي قصه تانية. انسب حاجه في قله الاكل ومثلا الصيام المتقطع وحته ان الناس تصوم فتره طويله وتاكل فتره قليله، ولما تاكل تاكل اكل صحي. خلي بالك انا كل ده ما بتكلمش على رجيم، انا ما كلمتكيش على رجيم ولا قلت لك ازاي يخس، نعالج انا مرض عايزه يحس، السكر؟ انا عايزه يتحسن، عايزه يعيش حياه كريمه، عايزه يعيش زي ما ربنا خلقه وزي ما الكتالوج بتاعه ان انا ابتدي خلايا تتظبط بهذا الاساس. فحضرتك الناس اللي عندهم مقاومه انسولين، يعني ايه مقاومه انسولين؟ كانوا زمان نقول واحد عنده سكر اللي هو لحد 110 صايم مثلا، واحد ما عندوش سكر او واحد عنده سكر اللي هو من اول 126، واللي ما عندوش سكر اللي هو تحت ال 110. طب في النص ده ايه، من 110 ل 125؟ قال لك دي حاجه اسمها مقاومه انسولين. بص لو شوف والده ولا والدته ولا حد قريبه عنده سكر، خلي بالك هيجي لك سكر بعد سنتين، اسمها مقاومه انسولين. لا، انا بالطريقه دي بطريقه الصيام ان انا بصنفر الخلايا وبريح الانسولين فما يجيليش السكر. بعد ما المفروض ان هو يجي لي في خلال 3 4 سنين، لا بخليه 30 سنه، بخليه كده طول ما انا مظبط الاكل. فحضرتك ثوره موضوع السكر ده بالذات، موضوع الامراض عامه. انت حضرتك لما بيجي حد العياده ويقول لي القولون بتاعي تعبني، طب انت اسهل كلمه، القولون بيبقى معظمه عصبي، اكتريته عصبي، وحاجه تانية واكلك، انا ما بتاكل ايه بتتعبك؟ واحد يقول لك الفول، واحد يقول لك اللبن، واحد يقول لك المحشي، واحد يقول لك المسبك، كل واحد يختلف عن التاني. ودي حضرتك انا عشان كده في التفرقه الاولانيه قلت لك شوفي خلاياكي عايزه ايه، هي دي التغذيه الصحيحه. لان انا ما اقدرش اسيب كلمه بروتين ودهون، في واحد لما بياكل البروتين بيتعب، وفي واحد لما بياكل الدهون بيتعب، وفي واحد لما بياكل النشويات بيتعب. جسمك عايز ايه؟ تمام. طب بعد اذن حضرتك نروح نطلع فاصل ونرجع مره ثانيه، انتظرونا. رجعنا من الفاصل ولسه مكملين برنامجنا سماع وميزان مع دكتور محمود حسنين، اخصائي التغذيه العلاجيه والسمنه والنحافه. ولو حابين حضراتكم تسالونا بعض الاسئله ممكن تتصلوا عن طريق الارقام الظاهره على الشاشه، او تتواصلوا من خلال صفحه البرنامج الرسميه على الفيسبوك سماع وميزان دكتور محمود حسنين. اي اسئله حضراتكم تحبوا تسالوها لنا ابعتوها لنا ودكتور محمود بنفسه هيجاوب لكم عليها. نرجع دكتور لموضوع حلقتنا، التغذيه الصحيحه في الشفاء من الامراض، ولسه بنتكلم على مرض السكر. تمام. مرض السكر ده انا قلت الفاصل رحمني من مرض السكر. مرض السكر ده عايز حلقات زي ما بقول لحضرتك، هي القصه كلها انا هدفي كله يا اما انسولين قليل يا اما خلايا مش قادره تستقبل الانسولين، الاثنين علاجهم واحد. يعني يعتمدوا اكتر ان هم ممكن ياكلوا خضروات انت عايز تعرفي ياكلوا ايه، عشان خاطر الجمهور يرتاح. يعني مش نشويات، مين اللي كل شويه بينادي على الحارس ويخليه يروح يجيب له حاجات؟ نقلل النشويات بالتدريج. السكريات، في اكلات مستفزه للانسولين، وفي اكلات على فكره معروفه عند الناس ان هي فيها نشويات ولكن مش مستفزه للانسولين. البطاطا ما بتعليش نسبه السكر ببطء. ببطء، الله ينور عليك. الشوفان ببطء، ما هو دي نشويات بس النشويات حلوه. تمام.
انما في نشويات مستفزه، الرز مستفز، نبعد عنه خالص، مش برضو نقلله نحاول يعني عشان اللي بياكل طبق كبير ممكن الساده المشاهدين ما يجيش يقول لك انت ايه الدكتور اللي انتوا جايبينه عايز يحرمنا من كل حاجه. لا، واحده واحده يقلل عدد المعالق، يبتدي بترتيب اكل معين، يبتدي ياكل الخضار الاول، يبتدي ياكل الخضار اي حاجه خضراء مثلا تملى معدته في طبعا الاول. طبعا الخضار في الاول، الشوربه بتفتح النفس، خلي بالك يعني الشوربه تفتح النفس، اللي يملى معدته الميه، الميه هي اللي تملى المعده اصلا، ودي بدايه احنا بنحب حتى الترتيب في الحته دي، انه يبتدي بميه وبعد كده يبتدي بالسلطه وبعد كده يبتدي بالخضار وبعد كده يبتدي مثلا لو في لحوم او حاجه او بروتينات وبعد كده يخلي الرز والمكرونه اذا بقى كان جاله نفس. حضرتك برضو مريض السكر، في حاجه كتير عند مرضى السكر انا احب انوه عليها، يعني انت وانت بتقولي لي ياكل ايه؟ الفاكهه. كل الناس تقول لك ايه، انا عندي سكر اكل فاكهه براحتي. غلط. خلاص الفاكهه، حضرتك دي وبالذات في العشاء مريض السكر المفروض ما يتعشاش فاكهه نهائي على فكره، ولا حتى تفاحه، ولا تفاحه. حضرتك مريض السكر مسموح له توت وفراوله، مريض السكر، مريض دهون الكبد، مريض السمنه، مريض الكوليسترول، مريض الدهون الثلاثيه، مريض النقرس، ما يتعشاش فاكهه. ما لا عامل فاكهه انت جاي تعمل يعني، وانا بيبعد عن مثلا برتقان، تفاح، موز بالليل؟ لا، بالنهار خد لك فكايه اللي تعجبك، يعني ثمره واحده خلال اليوم كله. طبعا نظام هارون الرشيدي، ويحط لي الفاكهه قدامه ويقعد ياكل لحد ما يبان له صاحب، ده الكلام ده انتهى من الطب. السكر فاكهه، السكر فركتوز، الفركتوز الخلايا ما بتعرفش تتعامل معاه، بترميه على الكبد، والكبد اكتر، الكبد اللي هيشوف هو محتاجه هيبتدي يحوله له جلوكوز ويبعته للخلايا تاني، مش محتاجه هيبتدي يحوله لدهون ثلاثيه، لدهون ثلاثيه. وده طبعا يا اخوانا السكر هو اللي بيتحول لدهون ثلاثيه وكوليسترول ضار، مش الدهون الحلوه، مش السمنه، مش الزبده، مش زبده الفول السوداني، مش المكسرات، ما كل دي فيها دهون، يعني مش الزيت الحار. السكريات بقدر الامكان. طبعا يعني انا هكون صارم لو قلت لك يمنع السكريات، هكون صارم لو قلت لك حضرتك، ولكن هنأجل الكلام ده كله للحلقه الجايه اللي هو ازاي يبتدي التخسيس او نبتدي ازاي او نعمل معاه ازاي، ولكن خلينا نتكلم في النقطه دي. مين اللي بينادي على الحارس بتاعك؟ مين اللي بيتعبه لك بالنهار فما بيشوفش شغله بالليل؟ هي السكريات، امنع الفاكهه بالليل. الفاكهه بالليل النظام، الناس اللي هي متخيله ان الناس عندها السكر، لا، كل سكريات براحتك وكل فاكهه براحتك، واصل انا باكل فاكهه والفاكهه ما فيهاش حاجه، ونظام اللي كانوا زمان انتهت، فيها سكريات. انا عندي تاكل بيض مسلوق، تاكل واحده اتنين ثلاثه بالليل احسن ما تاكل فاكهه بالليل. الناس هتتعارك معانا وتقول لك لا، معلومات جديده وقيمه يعني. ما هو علم التغذيه خلاص حضرتك اتغير، اتغير خالص دلوقتي، الطب اتغير حضرتك. يعني الواحد ليه راي كده في حته الدكتور في اوروبا بيعملوا حاجه اسمها طبيب الاسره، واحنا حاولنا نعملها في مصر هنا وما زالت موجوده، ان انا كطبيب انا ماسك منطقه معينه، ماسك منطقه اكتوبر، قاعد فيها، عارف حضرتك وعارف ولادك وعارف بيتك كله عندهم ايه، فاول ما حد بيتعب انا بتجيلي الاول وبعد كده احوله للدكتور. انا شايف ان الدكتور التغذيه المفروض يكون رقم اتنين او رقم الاول بعد دكتور الاسره، اكيد، لان انا قبل ما انت تروحي لدكتور البطنه ويقعد يهبط بقى في السكر ويقعد يديكي، لا، انت ممكن يكون حضرتك علاجك كله تظبيط اكل. حضرتك النقرس احنا ممكن نظبطه باكل، الضغط ممكن نظبطه، الكوليسترول والدهون ممكن نظبطه باكل. نروح يا دكتور للنقرس عشان في اسئله كتير بتجيلنا من النقرس. شكل حد موصيك على موضوع النقرس ده. النقرس ازاي نتخلص منه؟ لان ناس كتير بتحب، خاصه محبي اللحوم الحمراء والبقوليات. تمام. واليوريك اسيد لما بيعلى في الدم بيحصل لهم بقى دوالي، وبيحصل لهم ما بيقدروش يمشوا على رجليهم. تمام. فالحاجه في حضرتك تقول لنا علاج النقرس ايه بالاكل؟ طيب، هو اولا موضوع النقرس ده ارتفاع يوريك اسيد، حمض اليوريك، نتيجه تمام. ايه؟ نتيجه بروتينات، يا اما من جوه يا اما تيجي بروتينات من جوه ومن بره. يعني ايه من جوه؟ يعني حضرتك اي خليه بتموت او بيحصل لها مشكله جوه الجسم، الجسم لما بتتحلل بيطلع يوريك اسيد. من بره عن طريق اللحوم، الناس طبعا كل شهرتها في اللحوم. طب والكبده؟ طب والممبار والفشه والمخ؟ الاعضاء الداخليه الكبده فيها نقرس اكتر من اللحم ده، بس نقطه عشان الناس تبقى فاهمه، الناس هي متهم. اللحمه الحمراء لها مشاكلها كتير، يمكن اللحمه البيضه نتجه اكتر للحوم البيضاء، الفراخ والسمك. لا، ده انا بتتجه للحوم البيضاء بتاعت اللحمه، اللحمه الملبسه اللي كانوا اهالينا زمان يقولوا لنا كلوها، واحنا نقول لامهاتنا وابهاتنا لا يا عم دي بتضر وبتاع. خلاص حضرتك، دي دهون كويسه، حضرتك دي دهون كويسه واثبت العلم ان هي كويسه. في ناس بنقول لا ما ناكلهاش خالص. لا 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 حضرتك، لا
في آية في القرآن أنا مش فاكرها كويس، ولكن لما ربنا حب يعاقب بني إسرائيل منع عنهم شحوم البقر، فمعنى أن هو منعها عنهم معناه أن هي مفيدة. الحاجات الدهون واللحمة البيضة لقوا أن هي مفيدة أفيد من اللحمة الحمراء. ولكن نرجع لحتة النقرس. النقرس حركة وارتفاع يوريك أسد، ارتفاع نسبة يوريك أسد بتعمل لي مشكلة، بتخش في المفاصل الصغيرة بتعمل لي ألم. طب إيه اللي خلى الالتهاب ده حصل؟ السكر. تفاعل يا دكتور كده مرض الضغط ازاي نتخلص منه لان قدامنا دقيقه؟ طيب الضغط الوزن ينزل، الوزن ينزل، الاملاح تتقلل. طبعا الاملاح اللي الناس بتاخدها دي املاح ضاره، المفروض ان هي يعني في حاجه ملح معين اسمه ملح الهيمالايا او الملح الخشن، هو ده اللي بيبقى يعني فايده شويه. ولكن الملح، الاسترس، التوتر، الوزن ان هو يقل، بحيث ان الشرايين اللي بتتحمل وزن 50 كيلو غير الشريان هو نفس الشريان لما يتحمل 100 كيلو، فاساسي هو الوزن لو ينزل الكلام ده كله هيتظبط ان شاء الله. في نهايه حلقتنا بنشكر دكتور محمود حسنين اخصائي التغذيه العلاجيه والسمنه والنحافه على المعلومات القيمه اللي حضرتك اديتها لنا النهارده. وبنذكر مشاهدينا الاعزاء ان موضوع الحلقه الاسبوع القادم ان شاء الله هيكون نقطه البدايه في ماراثون التخسيس، والناس تعمل ايه في الشهر الاولاني او الاسبوع الاولاني في التخسيس. يا رب مشاهدينا الاعزاء تكونوا استفدتوا من المعلومات القيمه اللي الدكتور محمود اديها لنا. انتظرونا الأسبوع القادم يوم الجمعة الساعة 1:30 إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.